بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا ومرحبا بكم. في هذا العدد سنتعلم كيفية طلب البطاقة الذهبية ووصولها إلينا في مدة لا تتجاوز 5 أيام عبر خدمة بريمير. كما تلاحظون نقوم بالضغط على هذه الخدمة، سأترك لكم الرابط المباشر أسفل صندوق الوصف. بعد الضغط عليها نضغط مجددا على هذا الخيار. كما تلاحظون هنا تكتب المعلومات الخاصة بك، هنا رقم السي سي بي تكون من 10 أرقام تقوم بكتابته حتى ولو احتوى على الصفران كما هو موضح في الشيك، وهنا رقم الكلي، الكلي يقصد به المفتاح يتكون من رقمان تقوم بكتابته هنا. هنا تقوم بكتابة اللقب الخاص بك باللغة الفرنسية، وهنا تقوم بكتابة الاسم باللغة الفرنسية، هنا تقوم بكتابة تاريخ الميلاد كما تلاحظون تقوم بكتابة اليوم ثم الشهر ثم العام، هنا تقوم بكتابة رقم التعريف الوطني، رقم التعريف الوطني يتكون من 18 رقم تجده في بطاقة التعريف البيومتري أو في جواز السفر البيومتري، تقوم بكتابته مجددا هنا. نقوم هنا بكتابة الأدريس الخاص بنا، بالنسبة للأدريس الصحيح تجده مكتوب هنا كما هو موضح. هنا تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك، في حالة ما لم تكن تمتلك إيميل لدينا في صندوق الوصف كيفية فتح حساب إيميل، هنا تختار الشبكة الخاصة بك أريد موبيليس أو جيزي، تقوم بكتابتهما بدون كتابة الصفر كما تلاحظون، نختار هنا موبيليس، 06 مكتوبة، تقوم بكتابة باقي الأرقام لأن رقم الهاتف يتكون من 10 أرقام، تقوم بكتابة 8 الأرقام المتبقية كما تلاحظون. نذهب هنا إلى اختيار الولاية، نقوم هنا باختيار الولاية. نكتب كمثال ولاية الجزائر، نختار هنا الدائرة ثم نختار البلدية. لاحظوا جيدا هنا تستطيع اختيار المركز البريد الخاص بك، هنا تقوم مجددا بكتابة العنوان الخاص بك وهو نفس العنوان السابق أو عنوان المنزل في حالة ما توفر لك عنوان المنزل. هنا تقوم باختيار الوقت الذي سيقوم عامل البريد بالاتصال بك وتوصيل البطاقة الذهبية كما تلاحظون، من 8 إلى 1 زوالا أو من 1:30 زوالا إلى 6 مساء، نختار واحدة فيهم. نقوم بكتابة رقم الهاتف، تستطيع كتابة رقم الهاتف الثاني أريد أو موبيليس أو جيزي. تقوم هنا باختيار السؤال السري، يجب عليك تذكر السؤال السري، تقوم بالإجابة عنه في هذا المكان. هنا كما تلاحظون تقوم بكتابة هذه العبارة ثم تقوم بتحديد هذا الخيار، تقوم بتنزيل المؤشر، تضغط هنا على accept، ثم تقوم بالاطلاع على المعلومات الخاصة بك التي قمت بكتابتها، في حالة ما كانت أحد المعلومات خاطئة تقوم بتصحيحها قبل مواصلة عملية التسجيل، ثم أضغط هنا على هذا الخيار. بعد الضغط على الخيار أنتظر لحظات حتى تصلني رسالة نصية في الهاتف النقال، أقوم بكتابتها ثم أضغط عليها. كما تلاحظون هنا يظهر لي الوصل الخاص بي بإتمام عملية التسجيل، تنتظر فقط أقل من أسبوع ستصلك البطاقة إلى المنزل الخاص بك. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، نتمنى أن عملية الشرح كانت في المستوى، وفي حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك ومشاركة هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم مجددا.